قام البابا فرانسيس بزيارة مفاجئة لبلدة أماتريتشي، وهي إحدى أكثر البلدات تضرراً من الزلزال القوي الذي ضرب إيطاليا في شهر آب أغسطس الماضي. الفاتيكان أبقى أمر الزيارة طي الكتمان إلى أن وصل البابا، الذي قال: أردت المجيء من قبل لكن لم أقدم على ذلك، لأنني أعتقد أنه في الأيام الأولى للألم كانت الزيارة ستكون عائقا أكثر من مساعدة. وزار البابا مدرسة مؤقتة حيث التقى بتلاميذها. الزيارة البابوية تأتي بمناسبة عيد القديس فرانسيس الأسيزي الذي سمي البابا على اسمها.